صباح الهبلي لا والليلي فلايات، النهاردة هنلعب ظهر وسامحوني عشان هلعب بالحمالات. يلا بينا. أول حاجة هنبتدي بيها لور باك، أوكي؟ ودي نقطة التحكم بتاعتك، أوكي؟ أربعة منه يا بطل. ووو 15 عدى يا محترم. اسخن معايا. الحركة التانية هناخده تجديف بالبور، ووضع اليد هيكون في عرض كتفك كده يا وحش. يلا بينا مع بعض. نقف نفرد ظهرنا، أول حاجة ظهرك ده يكون مفرود، اتفقنا؟ وتبتدي بقى تنزل مع استقامة ظهرك، تنزل برجلك كده واحدة واحدة. تمام؟ 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 هوب استوب على كده، تشتغل بقى على طول، وخلي السحبة بتاعتك على الوسط. في حاجة مهمة لازم تتعلمها معايا، الكوع لازم يبقى مضموم، ما تطلعليش بكوعك كده مفتوح، لأن الكوع هو اللي بيتحكم في كل حاجة. كوعك مضموم، شغلت عضلات ظهرك كده الداخلية من جوه يا بطل. أربع مجموعات في 12 عدة. اسخن معايا وحش. هي هي ووو. الحركة التالتة هناخده اللات بول داون، أوكي؟ واسع كده يا وحش، وهننزل بالراحة وبشويش، وأنت طالع طلع جناحاتك وانزل اقفل جامد وركز. أربع مجموعات يا محترم. معايا الحركة الرابعة دامبلز منشار وان هاند يا وحش، وركز معايا عشان كتير بيغلط في الزاويه دي. اول حاجه ركبتك كده هتكون على الستاند او على البنش، ودراعك ده ما يكونش مفرود اللي انت هتسند بيه، غلط عشان القلبه، يبقى متني سنه صغيره كده. الحركه بقى او الوضع التاني هتمسك الدمبل كده اهو، وصبعك الابهام بره، رجلك دي ما ينفعش تعملها لي كده، اوكي؟ عشان الاتزان، فتحه رجلك دي هتعمل اتزان معاك، وظهرك مستقيم، وعشان تحافظ على استقامه ظهرك لازم اتجاه نظرك يكون لقدام، ما تبصش كده. كده انت ضمنت لظهرك مفروض، مش عايز ارغي كتير. يلا بينا دامبلز. هي اطلع فوق لحد الوسط وانزل بالراحه وبشويش، وامد لقدام عشان اعمل استريتش لعضله ايه؟ اللاتس. هي واحد اتنين، جميل قوي. ثلاثه اربعه منه في 12 عد عشان وقت الفيديو. هي واو واو. اسخن معايا الحركه الخامسه، هناخده لات بول داون بس بالروب يا بطل. نركز مع بعض. امسك الحبل ودراعك مفرود، بس كوعك كده لفوق مفتوح، وتطلع جناحاتك وانت نازل، تروح جاي ضامن كوعك وقافل على عضمتين اللوح بتوع الظهر كده وحش، عشان ظهرك يشتغل جوه وبره يا بطل. يلا بينا. افتح كوعك وافرد دراعك وضم كوعك وانزل جامد وانت نازل كده على تحت يا بطل. يلا بينا. أربعة منه في 12. هي واو واو واو. الحركة رقم ستة هنشتغل على الترومبة، والزوايا دي من الزوايا المهم جدا لعضلة الظهر، بتدي شكل جمالي تحفة يا وحش، ركز معاها. يلا بينا. ظهرك مفرود. هي وقبضة إيدك كده بالظبط على وسطك، ما بين صدرك ووسطك بالظبط، وضمة الكوع مهم جدا، الكوع هو اللي بيشغل الظهر، ما تفتحليش كوعك، اقفل لي كده وضم لي كوعك على بعض، وافرد ومد للاخر واقفل فوق. الترومبه دي مهمه قوي، اشتغل لي منها اربع مجاميع خمس مجاميع، اشتغل عليها لحد ما تجيب ميه يا وحش. هي واو واو. هناخده اوفر بس بالطاره، يعني زاويه جباره. اسخن معايا. هتبتدي بمسكه الطاره كده كانك ماسك طبق كده يا وحش، واخد بالك؟ بص الطاره عامله ازاي، وتنزل على ورا كده اهو، والطاره كده تنزل معاك وتطلع كده اهو. ركز معايا في الحركه عشان مش عايز اصابات، عشان ما حدش يقول لي كابتن ميدو ايه قال لي اشتغل كده. ركز في الحركه. يلا بينا. لات لات لات، وافتح واطلع تاني لحد فوق. حاول تعملها تمرينه جامده جدا بالطاره، خدها مني هديه ليك يا وحش، هديه التمرينه. بس لو ما عرفتش تعملها اشتغلها بالدمبل مفيش مشكله، وفيري نايس اكسرسايز.